بإدراك هذه الحقائق التي حدثنا عنها الخالق على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم، تحدث لنا بها في كتابه أنه إن ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وصارت القضية واضحة جلية عند المؤمنين، حتى كان في دعاء سيدنا العباس لما قدموا سيدنا عمر للاستسقاء وقت القحط قال اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولم ترفع إلا بتوبة، هذه القضية واضحة عندهم وجلية، ويعرفها من آمن صغيرهم وكبيرهم، فالمسألة عندهم في غاية الوضوح واليقين، لا تنزل عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا يقول إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، وما رد يد إلا والسحب تقبل من كل مكان، وسقى الله الحرمين وما بينهما حتى سمنت دوابهم وكبرت وسمي سيدنا العباس ساق الحرمين. فالقصيد أن وضوح المسألة عندهم، والآن في كل الحوادث النازلة بالناس من الذي يرجعها إلى حقيقتها من الذنوب ويعالجها من محلها بالتوبة والرجعة؟ هذا يقول فلان وذا يقول فلان وذا يقول النظام الفلاني وذا يقول الشعب الفلاني وذا يقول الرئيس الفلاني وذا يقول الوزير الفلاني وذا يقول، وبعدين أين الله؟ ما عاد له وجود عنده، كأن الكون يدير غيره وكأن الأرض يحكمها سواه، ولله ملك السماوات والأرض. بغيتها كم مرات في القرآن تتكرر؟ ما صدقت هذاك ظنيت الملك مع الغير، معه الملك ما هو غيره، ولا خرج إلى قبضة غيره أصلا، ولكن إذا غفلوا إذا أساءوا، ومن هنا كانوا يقولون أعمالكم عمالكم، ويذكر في بعض الأحاديث القدسية أن الله ملك الملوك ورب الأرباب، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فإن العباد طاعوني جعلتهم لهم رحمة وإن عصوني جعلتهم عليهم نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن اطيعوني واعطفهم عليكم. الله، قوموا انا الملك وانا صاحب الامر، واذا رجعتم بغيتوا تحلون قضاياكم باوهامكم زدتم ظلام فوق الظلام وتعب فوق التعب، ولا انحلت الامور.